ادي كزبرة حلو جدا، هناخدها بقى يعني فرمة كده بسيطة. ريحتها حلوة قوي. يا سلام يا سلام على الواحد لما كده بياكل وهو بيطبخ، يستعد كده نفسيا للاكل اللي هياكله، ياكل من كل مكون حبة. اوكي ازود الكزبرة. برضو اديها تقليبة، بحب كده ادي تقليبة بعد كل زيادة، يعني مش عارفة ليه الاكلة دي مخصوص كده، لان هي سخنة ولما بنزود المكون عبال ما نخلص تاني الفليفر النكهات بتاعت المكونات بنحطها بتأثر كده جامد، غير ان احنا نحط فوق بعضه كله في الاخر نمزج مرة واحدة. طيب يا سلام على السحر اللي انا هحطه في الاخر. طيب المفاجأة بقى بتاعتي، وعندي برضو قبل بس ما اقول لكم على المفاجأة، البصل الاخضر هيبقى هايل، بس ده انا هحطه هنا كده من فوق. الله، اكلة سحرية بجد، يعني كل مكون فيها ليه ريحة أحلى من التانية. ممكن ناخد برضو من الأبيض. ناس كتير كانت بتعتقد إن ممكن تستخدم بس الحتة الورق الأخضر بتاع البصل الأخضر وتسيب الأبيض والعكس، وفي الحقيقة إحنا نقدر نستخدم الجزئين بتوع البصل الاخضر، بتشهي جدا. اوكي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ واو واو بجد. طيب هجيب طبق جميل جدا، وهجيب المفاجأة بتاعتي اللي هي الخس. عارفين انا كنت اعتقد لو قلت لكم الاول خالص هنعمل لفايف الخس باللحمة المفرومة ممكن ما تكونوش يعني استنيتوها وانتوا كده متحمسين قوي، لان للأسف الشديد لما بنسمع يعني كلمة خس مثلا او سلطة بنتاخد شوية، نحس ان احنا مش هناكل او نحس ان احنا مش هنشبع. ف يعني انا من يعني خبرتي في الحاجات دي لاحظت الموضوع ده جدا، ولاحظت كمان يعني رد فعل معاكس جدا للموضوع ده. طبعا الاكل بيبقى طعمه هايل والناس بتستغرب، يا معقوله هناكل الفائف بالخس ونشبع؟ بس هي محشيه بحاجات جميله والخس يا جماعه جميل جدا. طيب هنعمل دلوقتي يعني هنحشيها، والفكرة التانية ان احنا ممكن هنحط الحشو بتاعنا ونلف الخس عليها كده ونروح حاطين توث بيك اللي هي الخلة، تبقى هايلة برضو من الاكلات الظريفة جدا للمناسبات او الفينجر فودز، يعني الاكل اللي هو بناكله بايدينا. واو على الالوان وعلى الريحة. جميل جميل جميل. ممكن نعمل بدل البروتين هنا الحيواني ده ممكن نستبدله، عارفين التبولة هي اصلا بتتاكل يعني بتتحط كده في ورقة خس وتتاكل، ده مكون تاني برضو مفاجأة نحطه في الاخر خالص.
دايما اللون الاخضر لما بنحطه على الطبق كده في الفينيشنج كده في الجارنش بيضفي روح كده للاكله غير اللي احنا بنحطه والاكله بتستوي. حلو قوي. اوكي الله، ادي بصوا شكله خرافه. هو حقيقي يعني، بس جميل جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي. طيب دلوقتي الاكله دي بيمشي معاها البطاطا، جميله. يعني احنا هنستبدل بدل البطاطس هنحط بطاطا زي ما انا عودتكم قبل كده انه دي حاجه مناسبه جدا ان احنا نستبدلها بدل النشويات البيضه، نشويات اللي هي البسيطه ويعني فيها سكر كتير قوي، هنستبدله بال بطاطا. يعني بصوا ممكن نعمل كده بريزنتيشن مختلف، طريقة تقديم مختلفة. والبطاطا احنا عملناها قبل كده في الفرن زي بالظبط ما نعمل البطاطس، بس هنقطعها شرائح كده البطاطا بدل البطاطس، ونحط عليها زيت زيتون وملح وفلفل. يا على الكرمله الجميله، يعني بجد بديل رائع. البطاطا متاحه بسهوله، مليانه الياف، فجميل جدا ان احنا ناكل البطاطا. يعني الاكله دي اصلها الفينجر فود، بتتاكل كده بالايد، حلوه قوي. بتحتاج برضو جنبها دايما الواحد يحس ايه، بطاطس. فانا برضو بوريها لكم عشان بدل البطاطس تبقى بطاطا. اوكي طيب، دلوقتي بقى هنعمل حاجه تانية هتمشي يعني بطريقه هايله مع الاكله اللي احنا عملناه دلوقتي. طيب عندي طماطم، واو، حلو قوي، عشان انا مبسوطه قوي بمكونات النهارده يعني زي كل حلقه. الفريش صلصة او يعني الصلصة الطازة اللي احنا بنعملها دي، يعني هي طب مش مقصود بيها خالص صلصة الطماطم اللي هي المهروسة، لا هي اسمها فريش طازة على اساس ان احنا بس نستعمل طماطم، مفيش اي يعني معجون جهز يعني ليها، فمختلفة تجديد. وهي اصلها مكسيكي، يعني متعارف عليه انه مش متعارف يعني، هو المكسيكيين بيحبوا ان هم ياكلوها كده بال الشيبس، الكورن تشيبس اللي هو التورتيا، اللي هي بتبقى مثلثات كده معموله من الذره. طيب هجيب بوله ونحط الطماطم. حلو قوي، عندنا بصلة نجيب منها حتة، يستحسن ده يعني طبعا انا ما ارشحش خالص انه يستخدم بصل الابيض، البصل الابيض بينزل مية، ف البصل الاحمر مناسب جدا الاكله دي، عارفين زي مع الجواكامولي.
انا كنت يعني حاملها شرايح، بس قررت ان انا احسن تبقى كده ايه يعني قطع صغيرة علشان تبقى سهلة في الاكل. لو شرايح هتبقى قطمة كبيرة قوي. مش عايزين طعم البصل يطغي على المكونات التانية. اوكي، وهناخد بقى يا شويه كده ايه فلفل برضو حامي حراق. هي الاكله يعني كلها برضو اللفايف الخاص فيها فلفل حراق، بس جميله يعني عارفين بتنشط كده الدوره الدمويه، مناسبه جدا لو اي حد برضو عنده ضغط واطي. كفايه نص فص عشان ما يقباش يعني حامي في الطعم. حلو قوي. واو، الليمون تمام. شوية بقى كزبرة كده، الله على الريحة. تمام، بصوا بقى الزعتر ده هايل. وهنمزج بس المكونات كده مع بعض. حلو قوي. وعندي طبق تقديم هايل، بصوا حلو قوي، حطيت فيه كده شوية ورد يعني بيدي شكل جميل قوي. خد معلقة كبيرة احسن، حط هنا كده الصلصة الطازة بتاعتنا، فبالتالي هي ما بقتش صلصة، هي طازة، فهي معمولة من الطماطم ومكونات زي ما شفنا مع بعض في غاية الروعة. الله. قوي لذيذة قوي فكرة الصراحة. يعني طبعا عارفين في ورد بيتاكل، بس ان احنا بنحط ورد كده على الطبق لما بنقدمه ونطفي كده روح جميلة من يعني الطبيعة. حلقة في غاية الروعة النهاردة، عملنا لفايف لحمة المفرومة بالخس، والمكون السحري اللي قلت لكم عليه اللي هو زيت السمسم، يا ربي على حلاوته. هنطفي كده عليه من فوق، وده بنعمله قبل ما ناكله مخصوص، وانا سيبته للاخر عشان احنا دلوقتي لازم نروح ناكل الاكل الجميل ده. هشوفكم الحلقة الجاية في نورم الطبيعة والوصفات على صفحة ست البيت وصفحة نورم الطبيعة. هستناكم واشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي.